أخطاء في صيد الغلة للأسف كتير من إخواتنا وحبايبنا خصوصا المبتدئين بيقعوا فيها. لازم عشان نمسك سمكة صح من الغلة أو نمسك سمكة الغلة، السمكة الكبيرة المحملة، لازم منقعش في الأخطاء دي. طيب إيه هي؟ أول حاجة لازم منقعدش على مية غلة غلط. بمعنى إيه؟ إن صيد الغلة لازم المية اللي هتقعد عليها، الترعة اللي هتقعد عليها ليها مواصفات، لو مش موجودة متقعدش تصيد غلة على المية دي. طيب إيه هي؟ ما تقعدش على مية مصرف واقف، المية بتاعته واقفة، ده ما ينفعش تصيد فيه غلة. طب معنى كده مش هنمسكه سمك؟ هتمسك سمك بس مش هتمسك سمكة الغلة اللي انت هتتمتع منها، السمكة اللي فوق كيلو وكيلو إلا ربع، السمك الأوزان مش هتمسكه من المية دي. ما تمسكش، ما تقعدش على مية واقفة أو مية تكون مية دور. مية دور اللي هي إيه؟ بتبقى بتتفتح مثلا أسبوع وتقفل أسبوعين، فالمية بتعلى توصل مثلا 2 متر لمدة أسبوع، دي اسمها مية دور. ويبقى جاي قافلين عليها من المية الرئيسية، فالمية تبقى جاية واقفة في مكانها، تبقى جاية المية خاسة، هتلاقيها مثلا ايه حوالي شبر شبرين، دي اسمها مية دور. دي ما ينفعش تقعد تصطاد عليها غلة. طب نقعد فين بقى على مية الغلة؟ مية الغلة لازم تكون مية جارية، مصارف الصرف أو في الميات الرئيسية اللي عليها محطة رفع، لازم تكون المية جارية باستمرار، مية ما توقفش فيها. حتى لو مصرف الصرف ده ارتفاع المية فيه شبر، شوف انا بقول لك ايه، لو المية شبر او شبرين بس على طول المية جارية فيها ما توقفش، بتعلى وتوطى، ده انت اصطاد فيه غلة هتمسك منه سمك محترم. دي اول نقطة ومن النقط المهمة جدا في صيد الغلة. طيب تاني حاجة، دور الغلة. لما تيجي تعمل دور، وده للأسف في صيادين كتير وبقالها سنين بتصطاد بتقع في الغلطة دي، ايه هي؟ لما تيجي تعمل دور، لو انت بتصطاد على مية فيها صيادين بيقعدوا عليها كتير جنب منك او عاملين ادوار، ما تعملش دور وتعمل فيه حواشات وتظهره. ده منتشر، اللي هو يبقى جاي نازل منزل منظف المية من تحت وعامل حاجز اللي هو الحواش اللي بقى على الشمال ده او اليمين على حسب المية، وظهره ومنضفه، فأي حد معدي هياخد نظره. دي غلطة كبيرة. ليه؟ أنا مش قاعد على الدور ده ليل ونهار، مش قاعد عليه كل يوم، مش هحرسه، أنا همشي. لو جه حد قاعد على الدور بتاعي بيصطاد بصرصار أو بيصطاد طعم، كل سنة وأنت طيب، دور الغلة اتدمر، أنت ضيعت تعبك ومجهودك على الفاضي. طب نعمل إيه؟ لو انت بتصطاد في مكان في منطقة متطرفة بعيدة، معاك عربية والمكان اللي بتقعد فيه محدش بيقعد معاك غيرك، في الوصلة اللي انت قاعد فيها دي محدش بيقعد غيرك، هنا اعمل حواشات واظبط الدنيا واعمل دور عالمي. ليه؟ محدش هيقعد عليه غيرك في حتة من القرى بقى المتطرفة دي، اعمل كده. في مكان في مية مثلا بيقعد عليها صيادين كتير ومعروفة مية غلة وقريبة منك بتصطاد عليها، اعمل دور وما تظهروش. يعني ايه؟ نظف المية من تحت زي ما انت عايز، نظف الدور من تحت زي ما انت عايز، لكن من فوق ما تظهروش عشان ما ياخدش ايه انتباه حد يقعد لك عليه، يبقى انت عارف ده ايه. المية السمكة مش هيفرق معاها الحواش ولا الكلام ده، هيفرق معاها ان المكان ده متعودة بتلاقي فيه اكل. عشان نفهم الدنيا هي ماشية ازاي، الحواش والكلام ده كله ده انت عشان تهدي تيار المية فقط لا غير، فقط لا غير. فهتقعد على مية عليها صيادين كتير معروفة، اوعى تظهر دور الغلة بتاعك، متعملش حواش وتظهره، نظف من تحت زي ما انت عايز وارمي غلتك واصطاد، ارمي غلايتين جوه واسحب فلتك ولا رشتك على الجرف. مية سريعة شوية اصطاد بالزيتونة الصغيرة، البلية الصغيرة دي
مخروم، عدي منها الخيط، مش هيفرق معاك وزنها في حاجة، على حسب سرعة المية حط الرصاصة دي. كده كده الخيط من جواها بيبقى ايه، مفيش تقل، مش هتسعلك في حاجة. تمام، دي تاني حاجة. تالت حاجة دي مهمة برضو، لما تيجي تصطاد غلة ما تقعدش في دور واحد، ما تقعدش في دور واحد. لما تيجي تعمل دور نظف على الأقل مرميين يكونوا جنب بعض، بين المرمى والمرمى مثلا 40 متر، 50 متر، 60 متر، على حسب ايه المرمى اللي هتلاقي فيه، لازم يكون فيه عمق في المية من تحت. فانت على الأقل تصطاد على تعمل دورين أو تلاتة، يفضل تلاتة، تتنقل ما بينهم. ليه؟ سمكة الغلة سمكة بتخاف، قلوقة شوية، بتقلق، هتاخد سمكتين من مكان هتلاقي مكان رايح منك، ما تقعدش بقى قاعد جنب منه، لا انقل على مرمى تاني، خد منه سمكتين، ريح، ارجع كده، اتنقل بين مرميين تلاتة. لو عملت كده ربنا هيكرمك غالبا بسمك، لأن سمكة الغلة بتقلق لو انت قاعد قصادها او في قلق، بتقلق، مش هتاكل معاك، هتمنع، هتاخد منها كام سمكتين تلاتة وتلاقيها ريحت. في ناس تبقى قاعدة طول اليوم، ده غلط، اعمل مرميين او تلاتة تنقل ما بينهم. طيب رابع حاجة المراية، دي للأسف ناس برضو تقع فيها، يجي راجعي عامل مراية يقول عليها مراية غرقانة، مفيش حاجة اسمها يا جماعة مراية غرقانة، المراية تبقى على الجرف من بره خالص، ما ينفعش ترمي للسمكة غلة كتير تاكلها بسهولة، يبقى انت كده ايه، شكرا. طب ما في ناس بتاخد سمك، ما هو هياخد سمك، بس انت فرحت بالسمكة مثلا، ايه المشط الكفافي الخنيني انت فرحت بيه، لا، لو انت اشتغلت صح هتاخد الدكر المتع المحمل، فانت ما تفرحش بالسمكة الصغيرة، تفرحش بالسمكة الصغيرة، لو اشتغلت صح لا هتاخد دكر محترم، نص كيلو، كيلو الا ربع، فوق الكيلو. الصيادين الخبرة القديمة في صيد الغلة عارفة الكلام اللي أنا بقوله، أنا بفهم إخواتنا المبتدئين، الغلة على الجرف من بره خالص، وما ترميش غلة كتير، غلة كتير دي في أول ما بتعلي في الدور، بترمي مرتين أو تلاتة غلة كتير، بحيث السمك يعرف إن المكان ده فيه غلة. بعد كده ما ترميش غلة كتير خالص، شوية صغيرين على المراية، طول ما انت قاعد مكان ما ترمي الفلة ارمي ايه، 5 6 حبايات طول ما انت قاعد، ليه؟ تحضر السمكة في المرمى بتاعك وانت مروح خلصت صيد. في ناس جاية ماسكة كيس الغلة رميها في قلب ايه، قلب المكان، لا ده برضو غلط، خلي السمكة مستنية على قد ما تقدر الغلايتين اللي انت نازل بيهم، متقعدش انت رامي مثلا نص كيلو غلة ورامي فوق منهم غلايتين بتوعك، ما طبيعي هتاكل كتير. نقطة تانية برضو مهمة، ما تصطادش بغلة طرية. لما تيجي تعمل الغلة بتاعت اللي هتصطاد بيها تصطادش بغلة طرية، عشان الشر ما يقرفكش، الشر لو الغلاية طرية بيقعد يخبط فيها، لكن لو غلاية ناشفة ما بيجيش ناحيتها، فانت يا دوبك الغلاية مع الوقت هتعرف الكلام ده، السلاح يعدي فيها ما تسويهاش اكتر من كده، خليش الغلة اللي هتصطاد بيها تستوي منها، والغلة بتاعت المراية، الغلة بتاعت المراية تبقى غلة مش ناشفة، يا دوبك تبل لها 3 4 ساعات. ليه؟ عشان الغلة تشرب مية تثبت على المراية، متبقاش خفيفة تمشي مع تيار المية. متنفعش غلة المراية تبقى نص سوا أو مستوية، عشان ما تلمش عليك الشر وتقلل فرصك في الصيد. السمكة الكبيرة ما تفرقش معاها الغلاية المستوية، مش من الغلاية مش مستوية، السمكة الكبيرة بتخش وتروح جاية شافطة، لو كوم قدام منها بتخش تاخد كل ده، بتخش تاخد السمكة الكبيرة بتاخد الغلة كلها، تخش بقى بالواحدة بتخش كنسة كل اللي قدام منها. فانت عشان تمسك سمكة صح تشتغلش بغلاية طرية. وبإذن الله في الفيديوهات الجاية هعمل سلسلة بإذن الله بقى طبيعية على المية،
توضح الكلام ده كله عملي. جزاكم الله خير. السلام عليكم.